11 حزبا سياسيا معارضا توقع على وثيقة تحدد المبادئ الأساسية لاختيار مرشح موحد للانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها العام الجاري. ويقول الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة إن الرهان الأساسي للمعارضة اليوم هو كسب معركة الرئاسيات، مضيفا أن ذلك بات يشكل هدفا أساسيا لإنقاذ الشعب من الوضعية التي يعيشها. أصبح الرهان الأساسي اليوم أمام الشعب الموريتاني هو كسب معركة الرئاسيات، ولا شيء يجب أن يحول دون هذا الهدف. هذا الهدف هدف أساسي لإنقاذ هذا الشعب من الوضعية اللي هو فيها. ولم تحدد المعارضة بعد مرشحها في الانتخابات القادمة، وكان أحد قادتها هو النائب البرلماني ورئيس مبادرة انبعاث الحركة لانعتاقية إيرا برام داه عبيد، قد أعلن ترشحه للرئاسة، فيما لم تعلن المعارضة ما إذا كانت ستدعمه أم ستتقدم بمرشح آخر. أيوة أنا مترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية. حنيني ما توي وانا مترشح مستقل يقير، جزاهم الله الخير حزب الصواب عادوا السباقين لدعمي وراجعين يدعموني من الاحزاب. يأتي ذلك أياما بعد إعلان اتحاد أحزاب قوى الأغلبية الديمقراطية عن قرارها التقدم بمرشح موحد للرئاسيات من داخل أحزابها التي تناهز 20 حزبا سياسيا. الاتحاد قرر مجتمعا أنه يوقف كامل خلف مرشح موحد من داخل الاتحاد، مرشح واحد من الاتحاد للانتخابات الرئاسية المقبلة اللي راجينة إن شاء الله انتخابات تخلق فيها انتقال سلس وسلمي إن شاء الله للسلطة في البلد. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيد محمد المحم قد أعلن في وقت سابق أن الأغلبية ستخوض الانتخابات بمرشح موحد وستعلنه قبل منتصف شهر إبريل القادم. الأجل القانوني ذاك 15 إبريل، ما عليه يعود عليكم إن شاء الله 15 إبريل ما عرفتم مرشحنا منهم وقادرين على عارفين وغير احنا ما قط يكون متحدين على لكن لا ينعدلوا كامل ما هو ذا وحده لا يعود مرشح الأغلبية كاملة يدورين شاحبين الله تعالى. ويشكل التناوب على السلطة أبرز انتظارات الموريتانيين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، خصوصا بعد تجديد الرئيس محمد العبد العزيز إعلانه احترام الدستور، وذلك في بيان صادر عن الرئاسة قبل أيام.